Lesson 22. Some other examples pertaining to ikhfa. Let's continue with ikhfa topic, remembering that all letters, except for idgham with ghunna, yamnuwa, idgham without ghunna, lar, iqlab, ba, and izhar, alif, ha, kha, ha, ayn, ghayn, letters are ikhfa letters. Before you study next lesson, please repeat 21st and 22nd lessons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نار فإذا نار فإذا أنعاما فهم أنعاما فهم أغلالا فهي أغلالا فهي ينفقون ينفقون واحدة تأخذهم واحدة تأخذهم واحدة فإذا هم واحدة فإذا هم سدا فأغشيناهم سدا فأغشيناهم جبلا كثيرا جبلا كثيرا سبعا شدادا سبعا شدادا ماء ثجاجا ماء ثجاجا كأسا دهاقا كأسا دهاقا عذابا قريبا عذابا قريبا ذلولا فامشوا ذلولا فامشوا فمن شاء فمن شاء خلق جديد خلق جديد من في السماء من في السماء نفس شيئا نفس شيئا سلام قولا سلام قولا
وَكُلٌّ فِي وَكُلٌّ فِي غَوْرًا فَمَن غَوْرًا فَمَن أَجْرٌ كَبِيرٌ أجر كبير فوج سألهم فوج سألهم عمي فهم عمي فهم من قبلهم من قبلهم بثالث فقالوا بثالث فقالوا من نطفة فإذا من نطفة فإذا وأجر كريم وأجر كريم شغل فاكهون شغل فاكهون سماوات طباقا سماوات طباقا جند محضرون جند محضرون شيء قدير شيء قدير كلمات فتاب كلمات فتاب ضلال كبير ضلال كبير من تفاوت من تفاوت حبا فمنه حبا فمنه زلفة سيئت زلفة سيئت